صباح الخير وصباح المشاهدين الأعزاء. راح نكون معاكم اليوم كوتش سيف وكوتش إسماعيل. راح نعمل لكم بعض أهم التمارين اللي ممكن نستهدف فيها عضلات الرجلين، اللي ممكن شخص ممكن ما يكون فيه عنده مثلا نحكي أدوات أو طالع تنزه فحاب يشتغل يعمل تمارين رياضية. فراح نكون معاكم اليوم بأول تمرين راح نعمل باستعمال الدامبلز. تفضل كوتش. راح نستعمل التمرين اللي هو تمرين السكوات، اكثر الناس بتعرفه وبيستعملوه او بيلعبوه نحكي بالنوادي الرياضيه او بالبيت. طبعا اهم شيء بهاي التمرين دائما بدنا نوسع نحكي القدمين على مستوى الاكتاف، وراح نعمل هذا التمرين 3 مجموعات، كل مجموعه راح تكون 15 ل 20 تكرار. ممتاز. طبعا بهمنا اهم نقطه انه دائما لما ننزل بهذا التمرين انه ما يكون الركب لجوا، لازم يكون الركب للخارج، لانه اذا في بعض الاشخاص بيعملوا كتكنيك انه بكون الركب للداخل، فبالتالي ممكن يحط حمل على مفصل الركبه. طبعا من اهم الاشياء اللي لازم نركز عليها انه الشخص لما يبلش هذا التمرين انه الركبة تكون للخارج مش للداخل، عشان ما نحط على حمل على مفصل الركبة. وبرضه للأشخاص اللي ما عمرهم لعبوا رياضة أو عندهم وزن عالي ممكن انه يتجنبوا هذا التمرين، ممكن نستعمل البنش، ما نستعمل الدامبلز، أو ممكن نستعمل الكرسي عشان ما نحط حمل على المفصل ونأذي حالنا. لازم ننوه ونرجع نذكر انه الركب للخارج، ننزل الظهر مستقيم ونسحب من الأنف ونفرغ من الفم. بالنسبة للوزن أو الحمل التدريبي برجع حسب كل شخص وحسب قدرته. نسحب من الأنف نفرغ من الفم. ممتاز. ممتاز. نرتاح. راح نعمل معاكم هلا التمرين الثاني، راح يكون باستعمال الكتلبل. راح نستهدف فيه عضلات الهامسترنج اللي هي العضلات الخلفية للرجلين. تفضل كوتش. نركز بهذا التمرين انه يكون في ثانية بسيطة بالركب عشان نشغل العضلات ونطلع شوي شوي، ما بدنا نثني الركب كثير عشان ما نستهدف عضلات الظهر. راح نكرر هذا التمرين 20 تكرار 3 مجموعات. أهم إشي بهذا التمرين نستهدف فيه عضلات الهامسترنج، لازم نركز إنه الظهر يكون مستقيم ويكون فيه ثانية بسيطة في الركب. طبعا مننوه للأشخاص اللي عندهم إصابات أو مشاكل في الركب، ما بنفضل إنهم يعملوه غير لما يستشيروا الطبيب أو المعالج تبعهم. نرتاح ومناخذ نفس عشان نرجع نعمل المجموعة الثانية. بنفتح دقيقة، بنسحب من الأنف ومنفرغ من الفم. لازم ننوه لنقطة مهمة إنه إحنا بنلعب هذا التمرين إنه الظهر يكون مستقيم ويكون في ثانية بسيطة في الركب. طبعا دائما ما بنفضل لشخص عنده ديسك أو عنده مشاكل بالركب إنه نعمل هذا التمرين عشان ممكن إنه نأذي حالنا، فإحنا بنفضل إنه يستشير الطبيب تبعه أو المعالج اللي هو بيتعامل معه. نسحب من الأنف ومنفرغ من الفم. ممتاز. ستوب. راح نرجع نعمل معاكم التمرين الثالث اللي هو تمرين اللانجز. هذا برضو من التمارين اللي بنستهدف فيها عضلات الرجلين، بس بدنا يكون التكنيك صح وما نحط وزن زيادة. ممكن أشخاص يجوا عندهم مثلا وزن عالي أو عندهم مشاكل في الركب، ممكن ما يكون في عندهم بالانس أو توازن كويس، فإحنا راح نعطيكم أكثر من خيار عشان أنتوا تقدروا تعملوا هذا التمرين. بالبداية راح نعمل تمرين البيسك اللي هو من دون ما نستعمل الدامبلز ولا أي إشي. أيوة. طبعا لازم نركز على نقطة مهمة إنه الركبة تكون زاوية 90 وانه الركبه ما تتعدى مشط القدم. نرجع نقدم شرك شوي. ايوه لا نقدم شوي. ايوه بنركز على موضوع انه الركبه تكون زاويه 90 ما تتعدى مشط القدم، ومنبدل الرجل الثاني. ممتاز.
طبعا ممكن شخص بالبدايه ما يكون في عنده توازن، او نحكي ممكن العضلات ضعيفه عنده فيصير في امبالانس، فمنفضل ما نستعمله. ممكن نستعمل انه احنا ماسكين الجدار او نستعمل اي شيء موجود. ممتاز. هذا شخص وهو بيعمل هذا التمرين حصف الام في الركبه او حس اوكي وانت تحت. لا ارجع برجل الركبه لورا. ايوه طبعا شخص، طبعا شخص ممكن اذا حس في الام بالركب او انه ما في عنده توازن ما يعمل هذا التمرين. ممكن نعمل تمرين مختلف عنه لانه احنا ما بدنا نسبب اي مشاكل او ضرر عشان انه احنا نعمل اي تمرين او نحط جهد زياده على العضلات. راح نعمل برضه نفس التمرين لنجز، بس راح يكون ادفانس شوي، اللي هو باستعمال الدامبلز. تفضل كوتش. نفس التكنيك راح يكون بس باستعمال الدامبلز. لازم ننوه على نقطة إنه المفصل الركبة ما يتعدى مشط الرجل والظهر مستقيم. هسا ممكن برضو نستعمل هذا التمرين للأشخاص المتقدمين، وبرضو هذا التمرين راح يحسن عندكم التوازن، اللي هو بعد ما نطلع لنجز نطلع في الركبة يس ونرجع ننزل لتحت. هذا التمرين للأشخاص المتقدمين، ما منفضل أي شخص يعمله بالبداية لأنه ممكن يضر حاله. قد الرجل الثانية. ممتاز. برضو هذا من التمارين اللي بتقوي عضلات الرجلين، وبنفس الوقت راح تزيد وتحسن التوازن عندكم. ممتاز. ستوب. هيك بنكون انتهينا من بعض التمارين البسيطة اللي ممكن تستهدفوا فيها عضلات الرجلين. كنت معاكم أنا كوتش سيف وكوتش إسماعيل، ويعطيكم العافية.